ملاحظات؟ بسم الله. تندفع ثاني أشواط الحفلة 12 المخصص لخيل الإنتاج عمر 3 سنوات التي لم تربح، متنافسة على جائزة مطلق بن جفال السبيعي رحمه الله من علامة 1650 متر زويم لابن بروتيكال فورس مع مشعل المزيد. يبدأ الانطلاقة بسرعة عالية جدا فيما نشاهد الملاحقة على ما يبدو في ثاني المراكز من حجر يحاول التقدم، وكذلك نشاهد المحاولات من ناصية السعد في ثالث المراكز فيما شرق حضن يحاول التقدم في المركز الرابع، والمحاولات من زاهي الميدان في وسط الجياد في المركز الخامس، ولا زال زويم الابن بروتيكال فورس مع مشعل المزيد يقود صدارة هذا الشوط، يقود الانطلاقة حتى الآن. نشاهد هنا بدأت الجياد بالتقارب، نشاهد حجر قادم للمنافسة فيما المحاولات كذلك من أمكن على ما يبدو ابن مفتون مع أحمد الأزهر يحاول التقدم، وزاهي الميدان نشاهده في وسط الجياد يحاول بدر بيان استحثاثه للتقدم الآن، وشرقي حضن كذلك هو الآخر في ثالث المراكز بجوار السياج يتقدم للمركز الثاني والانطلاقة. نشاهد هنا حجر إلى المركز الأول يحاول التقدم مع المنعطف الأخير، الأمتار الأخيرة من عمر هذا الشوط، من سيحسم المواجهة؟ الأسماء مع بعض البعض، حجر ينفرد إلى الصدارة والمركز الأول مع فيصل الميموني يحاول توسيع الفارق والهروب والابتعاد، فيما المحاولات للحاق من قبل ناصية السعد على ما يبدو للدخول على حجر المتصدر، حجر يحسم المنافسة ويضيف الانتصار الأول في سجل